أحبة المشاهدين في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم في حلقة من حلقاتنا الأسبوعية للصلاة اطلبوا تجدوا. أنا واثقة ومتأكدة وبصلي إن روح القدس النهاردة يجي في الحلقة ببركة غير عادية علينا وعليكم، ويباركنا ويكلمنا ويتفاعل معنا بروح القدس ويستجيب صلواتنا أيضا. ويشرفني يكون معايا الغالي على قلوبنا الأسيس أليكس حنا. أهلا بيكي أسيس أليكس. برحب بيك أختي سلوى. صوتين تكون مساء. معانا. الرب يباركك ويبارك جميع المشاهدين وقناة أمين. الكرمة، ومتوقعين وقت بركة، وقت معجزات، وقت آيات، أمين. وقت سكيب روح الله على كل اسم نفس يسوع. وكل قلب. أمين في اسم الرب يسوع. أحبائنا النهاردة الروح القدس عايز يقول لنا إن إحنا لازم نكون سفراء للمسيح. عنوان الحلقة بتاعتنا سفراء المسيح. من هم سفراء المسيح؟ ما هي شخصيتهم؟ ما هي الصورة التي ينبغي أن يكونوا عليها سفراء المسيح؟ لكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده هنقرأ بعض الأعداد في كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس. كورنثوس الثانية 5 ومن عدد 15 بيقول كده: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أمين. تفضل صلي لنا حتى الأسيس. يا رب نباركك ونمجد اسمك لأجل خدمة المصالحة، إنك وضعت فينا يا رب كلمة المصالحة. صالحتنا مع الآب لنفسك ومت لأجلنا، وأتيت يا سيد لا لكي نعيش فيما بعد لأنفسنا، لكن نعيش كسفراء للمسيح، نخدم خدمة المصالحة ونقدم كلمة المصالحة، ونعيش يا سيد الرب نسعى في كل يوم كأن الله يعز بنا. نشكرك لأننا لا نعز بقدراتنا ولا نعز من أنفسنا، لكن نعز بقدراتك وبمواهبك وإمكانياتك. بارك قناة الكرمة يا رب التي تستضيف من خلالها الملايين الذين يتابعوننا على الهواء الآن. أعطي نعمة يا رب لكل القائمين على العمل، وبارك حياتهم وشدد نفوسهم وشجعهم. ونشكرك يا رب لأجل كل الفريق الذي يعمل كخلية نحل من خلف الكاميرات وفي الصوت والإخراج، أختي سلوى، أخت ليديا، كل الإخوة والأخوات يا رب الذين يشتركون في العمل. نضع أنفسنا يا رب ونريد أن تستخدمنا كآنية هيكل الله. أمين. وروح الله يتحرك فينا يا رب. تكلم إلى كل قلب، هيئ الأجواء وهيئ الهواء لسكيب روحك وإعلان قوتك ومجدك. نصلي لأجل تسديد كل احتياج. أمين. روحي ومادي في القناة، ولأجل يا رب كل المسؤوليات الروحية والمادية، وترفع الأعباء وتحفظ القناة في دم يسوع وفي جروح الصليب من أي حرب، من أي يا رب أتاك روحية أو نفسية أو جسدية، وتجعل الكل في هيكل الكرمة يقولون مجدا. آمين. آمين. مبارك اسم الرب. سفراء المسيح، إذن نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا. الله ممكن يعز بنا، ينفع يعز بالأواني الفخارية اللي متشرخة اللي تعبانة دي، اللي كلها أمراض واللي كلها تعب واللي كلها إعياء واللي كلها ضعف روحي وضعف جسدي، ينفع يعز بنا؟ ده اللي الروح القدس هيوضحه لنا النهاردة. لكن قبل كل حاجة أسيس أليكس، أنا عايزة أعرف يعني إيه سفراء للمسيح. شكرا أخت سلوى. السفير حضرتك أعلى هيئة بتمثل الدولة، وفي يعني مفوضين من نوع عالي، أو في سفير بيبقى في السفارة لأي دولة، زي ما هنا في أمريكا السفارة في واشنطن،
وفي مفوضين أو في قنصليات، لكن السفير هو اللي بيدير القنصليات، هو أعلى شخص مسؤول في يده إن هو يوقع ويصنع اتفاقيات سواء اقتصادية أو اتفاقيات من أي نوع، لأن كل إمكانيات الدولة وكل تفويض الدولة على إنه كرئيس مقيم في هذه الدولة أعلى سلطة دبلوماسية. السفير كمان بيبقى عليه حماية خاصة، لا يعامل معاملة الناس العادية، لكن دايما بيتكتب على العربية بتاعته هيئة دبلوماسية أو هيئة سياسية، وده بيعطيه إمكانيات. السفير بيقدر يدخل الدولة وبيخرج من غير تفتيش، زي ما حد بيتفتش، وبتوكل إليه أسرار الدورة كلها، وبيتكلم أكتر من لغة لأنه ينبغي أنه يكون بيعرف لغة الدولة اللي هو فيها وممكن لغات أخرى. فهو شخص يعني إذا تكلمنا بالمنطق الروحي له، بس الفرق ما بين السفير الأرضي والسفير السماوي أنه مجرد ما يتغير الرئيس أو بيتغير الملك بيتغير السفير، لكن لأن احنا لينا ملك ثابت أبدي لا يتغير لا ينعس لا ينام، هو مش بيشيل ويحط ولا بنلعب معاه كراسي متحركة، لا هو بيجعلنا سفراء إلى أن يجيء. محدش بيهز كرسي السفير السماوي لأن مملكتنا ثابتة، ملكها ما بيتغيرش، أبونا السماوي ما بيتغيرش، ليس فيها تغيير ولا ظل دوران، فده بيعطينا ثبات وحماية وبيعطينا باستمرار، مش ان احنا نكون ممثلين يعني بنمثل في التلفزيون، لكن بنكون حاملين امكانيات وحاملين قدرات وحاملين مش امكانية اي دولة عادية، لكن امكانيات ملك الملوك وامكانيات رب الارباب، وان احنا بنعيش كسفراء بنمجد الله، بيبقى قوة الملكوت ومجد الملكوت وكرامة الملكوت كله علينا يرى. السفير لما ممكن يفض كل الطرق ويفض كل الشوارع لو الدنيا زحمة علشان موكب السفير أو عربية السفير ماشية، وده الباب المفتوح اللي الرب بيجعله أمامنا لا يستطيع أحد أن يغلقه. السفير كلامه كلام غير عادي لأنه بيتكلم بالسلطان، فكل كلمة بيقولها بتتاخد من سلطان المملكة اللي بيمثلها. فمثلا لو أمريكا بتقول كلمتها في أي دولة أخرى كتير بيعملوا لها ألف حساب، لو دولة نامية أو دولة فقيرة يا عم أهو ده مجرد كلام ممكن يفوت ويعدي، لكن كلمة السفير اللي بتحمل كلمة رب الأرباب وملك الملوك هي كلمة ككلمة الرب، أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة لمفرق النفس. عشان كده السفير اللي بيمثل دولته أو بيمثل مملكته يصنع فرقا ويصنع عجبا بحسب إمكانيات وسلطة ومكانة هذه الدولة، يعني بيحمل قوة المملكة. نعم. أو قوة الدولة اللي هو جاي منها بالظبط. يعني ده معناه أن أبطال العهد القديم زي موسى كانوا سفراء. أي. يعني موسى كان سفير ويشوع كان سفير بالزبط. وجدعون ودانيال كل الأبطال ويوسف. أي. وفي العهد الجديد تلاميذ المسيح كلهم دول كانوا سفراء. نعم. مجدا للرب، والرب رضي يخلينا احنا كمان سفراء. مجد ومبارك اسم. نعم. الرب. الرب بيتكلم او الدولة او المملكة بتتكلم مع السفير وبتديله الأوامر وبيسمع صوتها، بيتكلم مع الرئيس الكبير للدولة أو للمملكة، زي ما كان زمان يوسف موسى كان بيعمل. نعم. كده مع الرب بالظبط، كان في خيمة الاجتماع بالزبط. الله يتكلم مع موسى كما يكلم الشخص صديقه بالزبط. وصاحبه. إيه العظمة دي؟ طب وكان موسى هو اللي بيكلم، كان الشعب بيعمل إيه في الوقت؟ أيوة. اللي كان موسى بيتكلم مع الرب في خيمة الاجتماع، كان الشعب يبقى قاعد يتفرج ولا قاعد بعيد ولا قاعد في الخيم ولا كان بيعمل إيه؟ موسى كان شخصية حامل مجد. وفي يوحنا الأولى، يوحنا الأصحاح الأول بيقول ونحن رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. فالحقيقة السفير حامل مجد. يعني إيه حامل مجد؟ هو مش محتاج مجهودات بشرية علشان يعمل نهضة إنسانية. حامل مجد الله أو حامل حضور الله كل تحرك بيتحركه، يعني مثلا في فترة الاستراحة ربنا بيعمل بيه نهضات مش مرتبة. ممكن بشكر الأخ شارلي والأخ مجدي
والمخرجين واللي تعبوا معانا. الأخت دولت لما كنا الثلاث اللي فات حضرتك إحنا أنا والأخ صمويل كنا بنعزي في جنازة، وطلبت مننا نعيد الاختبار عشان كان يعني إحنا مش في تحضير لنهضة ولا تحضير لخدمة، لكن كانت أخت معاها عندها أورام على الثيرويد، وانت حضرتك سمعت الاختبار الثلاث اللي فات عادته أي. أو الغدة الدرقية، وفي حالة خطر وكانت محتاجة عملية أو محتاجة راديشن وكل العلاجات الصعبة دي جدا. لكن في حلقة زي دي بقوة السفارة وبقوة المملكة صلينا والأورام اختفت، والأخت ما احتاجتش لقرص واحد بتاع الغدة الدرقية تاخده لا طالع ولا نازل. راحت للدكتور حللت عملت إجراءات طبية كل حاجة، عملت تحاليل، وكان الأخ صمويل كمان حاضر كشاهد على الاختبار وهنشوفه في الاستراحة علشان الوقت. فده إيه؟ ده شخص يعني حلول. إحنا رايحين بنبكي بكاء مع البكين وحزنا مع الحزانة، لكن ما فيش جنازة بروحها أخت سلوى عزي إلا ولا اختبارات مستنية على الباب، شفاءات. طب هل إحنا عملنا نهضة مثلا علشان حد يقوم؟ مش يقوم يعني، دي بتبقى بيني وبينهم أو في الباركنج أو كده. وبعديها الأخت دولة قالت 9 اختبارات، الرب عمل كذا وكذا وكذا وكذا. 9 من العيلة كان أوراقهم متعطلة وحياتهم متعطلة والدنيا واقفة معاهم والرب. فأنا عاوز أقول أنه الواحد كسفير للمسيح حامل مجد إلهي لما بروح مثلا جروسري ستور. طب استأذنك قبل موضوع الجروسري ان ممكن نتفرج على الاختبار ونشوفه مره تاني. احبائي المشاهدين ابقوا معنا، هنشوف الاختبارات اللي اتطلبت مننا مره تاني واللي رب استخدم فيها القسيس أليكس. ابقوا معنا نتفرج عليهم. شكرا وبشكر القسيس أليكس، ربنا يبارككم. كان عندي اختبار اني انا كان عندي عينه بعملها في الرقبه، والحقيقة الأساس أليكس صلالي، وتاني يوم رحت عشان يعملوا لي العينة، والعينة طلعت كويسة ما فيهاش فيها أي حاجة خالص. أنا بشكر الرب وبشكر قناة الكارما وبشكر يعني كلمات الشكر ما توفيهمش بصراحة. ربنا يبارككم ومن مجد المجد المجد. هللويا على الاختبار. الأخت دولة عندها اختبارات كمان، قول لنا كم اختبار. لا ما كانش عندي كانسر. اختبارات مش اختبار واحد، ورم يعني. كان في ورم، حل الورم ولو ان الورم ما فيش سرطان ولا حاجه. قول لنا كم اختبار اخت دولة. انا كان عندي في رجلي هنا ورم وبرضه قالوا لي ده عندها 9 اختبارات، قالوا لي ده كانسر، وطلع الحمد لله حللوا العينه وطلع ما فيهاش اي حاجه. نشكر ربنا. اختبار الشولدر لما كنت ماشي، كان عندي في الشولدر هنا الم، ما كانش بيتحرك وكنت رايحه، الكتف بتاعي كان مش بيتحرك، وكنت في الكرمه كده في زياره، وبعدين بقول للقسيس أليكس انا الشولدر بتاعي ده وجعني، فجا صلى لي عليك. المفروض اروح اعمل MRI في نفس الليله دي، فهو صلى لي وانا ما رحتش للMRI. تاني يوم لقيت ما فيش الم خالص نهائي. هللويا هللويا، نشكر كرات الكرمة. وعندنا 10 صلينا له من الهجره، 9 جات له من الهجره، فاضلين لنا واحده. 9 من 10 الحمد لله، 9 من 10 فاضل واحده باذن يسوع، تيجي لها الجرين كارد ونشهد للكرمة. لان صلوات القسيس أليكس والكرمة علينا كلنا، بنشكر الكرمة من مجد لمجد للكرمة. هللويا هللويا هللويا. مجدا لاسم الرب. بنشوف عمل الله وقوة الروح القدس وقوة المملكة العظيمة اللي بننتمي ليها. يا جماعة إلهنا العظيم ده شرفنا، شرفنا إحنا التراب المصدرة غير الموجود، إن إحنا مش بس نكون موجود لكن نكون سفراء عن المسيح. بنبارك الرب اللي بيتمجد باختبارات مباركة جدا، وبيشهد عن نفسه إنه قادر أن يفعل معنا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر أيضا. عشان كده صدق فيه وصدقي فيه، أنه هيجي على مشكلتك وهيجي على مشكلتك، وهيجي على الظلم اللي أنت بتعاني منه وانت بتعاني منه، وهيجي على المرض، وهيتمجد معاك مجد من غير حدود في اسم الرب يسوع. والمملكة السماوية يا أسيس اللي احنا بننتمي ليها، الواحد كل ما يفتكر قديه الرب ادانا مقام مجد وإحنا ولا حاجة. ايه ده العز ده؟ هو دي رغبته، لأنه هو اسمه إله المجد
وإله أيوة. الكرامة. فهو يعني الولاد بيبقوا على شبه أبوهم، هو أبو المجد كله. هللويا. ونحن رأينا مجده، والمجد ده ناس بتستصعبه كتير، في ناس بتحط ربنا في قوالب، بيقول لك لما يحصل معايا كده بقى أنا شفت مجده، ولما يجرى معايا الأمر الفلاني. لا، إحنا في المسيح إله المجد، إله البركة، إله كل نعمة. فهنا مثلا موسى حضرتك لما نشوف، ما كانش موسى محتاج يعمل نهضة في الشعب ولا يحط لهم مواعيد اجتماعات من 6 لـ9 ويوم الحد ويوم السبت، لا، ده هو لما كان بيمشي ويدخل الخيمة ده في حد ذاته يمشي في الشارع اجتماع، يروح أي مكان ده اجتماع. فهنا حضرتك مثلا في خروج 33 بيقول يرى، هنا لما كانوا موسى يدخل إلى خيمة الاجتماع، كان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. طيب كان بيعمل الاجتماعات دي بمواعيد، وكان بيعمل اجتماعات ثابتة؟ لا، بيقول لك كان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون واقفون كل واحد في باب خيمته. الاجتماع بيبدأ إمتى؟ موسى بيدخل في محضر الله. موسى بيدخل في محضر الله مش بيلم الناس حواليه ولا بيقول لهم يا ناس يا هو تعالوا اسمعوا الوعظة الفلانية، هيكون عندنا نهضة من يوم 26 لـ29 من الساعة كذا للساعة كذا. حضرتك مثلا أنا قاعد هنا في الكرم، احنا بنحضر للحلقة، حضرتك مثلا سمعت اتصال أخت بتطلب صلاة لأجل ابنها وخطبته وجوازها، ورديت عليه. أنا ما وضبتش، يعني أنا مش برتب لنفسي، لكن تواجدنا في محضر الله بيجيب العالم للرب، بيجيب حضور الله في المشهد. أنا متى ارتفعت بجذب إلي الجميع. فهو بس كان يروح لمحضر الله، كل واحد من خيمته يبص ورا موسى ويقول كده، ينزل ويقف عند يتكلم الرب مع موسى. يعني موسى مش موجه كلامه للشعب، صح هو كلم الشعب كتير، لكن هو بيتكلم للرب في حاجة بتحصل، وهو الرب بيتكلم مع موسى. محدش كان في خيمته يقدر يقعد من غير ما يبص وراه، هنا زي ما بيقول يرى جميع الشعب، يرى جميع الشعب. يا موسى طب انت حددت لهم ميعاد للنهضة دي ولا الخدمة دي، ولا قلت لهم يطلعوا امتى؟ لا، ده وهو بيتكلم مع الرب يرى جميع الشعب مجد الله بيأتي على الأرض عند باب الخيمة. هللويا. أنا مش بدعو الناس يسمعوا عظتي ولا يسمعوا كلمتي، لا، ده هو مجده ملء كل الأرض، هو اللي مملوء مجدا ونعمة. هو لما بيقول وأنتم ممتلئين إلى كل ملء ومن ملئه نحن جميعا، احنا بناخد من حضوره، وحضوره ده بيملى العالم وبيوسع العالم. فهم واقفين عند باب الخيمة يتكلم، فارى جميع الشعب عمود السحاب ويقوم كل الشعب ويسجدون. طب هو قال لهم يا جماعة يسجدون في الخيمة بتاعتهم، كل واحد في باب خيمته المذبح العائلي. طب هو دعاهم مثلا قال لهم جماعة احنا عندنا اجتماع صلاة من الساعة 7 للساعة 9، وأول ما نبدأ الصلاة الكل مدعوين، أول ما الرب يجي كلكم تسجدوا. لا، هو مجد الله بيخليهم حاجة تلقائية، حاجة تلقائية. يعني أنا مثلا في بيتي أولادي مثلا طلعوا شافوا أن أنا ببدأ يومي والسامية بالصلاة، ندرس كلمة الله مع بعض، ما فيش مرة قلت لهم اقروا الكتاب، بجد ما فيش مرة قلت لهم انتوا النهاردة عملتوا الهومورك وقريتوا الكتاب بتاعكم. بأمانة انتوا النهاردة عملتوا الهومورك الروحي وقريتوا الأصحاح وصليتوا. أنا لقيتهم تلقائيا بيطلعوا بيصلوا وبيطلبوا الرب. أصدقائنا اللي بيعرفونا من سنين هنا، لأن الكرمة فيها مجد الرب، هم حضرتك اللي بيطلبوا وبيصلوا معانا وبيشوفوا مجد الرب. هل في مرة قلنا لهم أول ما نبدأ صلاة صلوا معانا من بيوتكم، وأول ما نبدأ نطلب اطلبوا معانا من بيوتكم؟ لا، ده بيبقى شيء تلقائي، رد فعل للعلاقة مع الله، رد فعل تلقائي للتواجد في محضر الله، إن الشعب بيطلع بصورة تلقائية بيشوف مجد الله، وبيقول ينزل واقف وارى جميع الشعب. علشان كده لو حد قال لك في حاجز بينك وبين رؤية مجد الله، مفيش حواجز غير
الحواجز النفسية والجسدية، لكن النهاردة عاوزك تقول له يا رب اكشف عن عيني لكي أرى عجائب من شريعتك، اكشف عن عيني فأرى مجدك بوجه مكشوف، لأن دي رغبة الله أن يري مجده لعبيده الواقفين في محضره. أمين. وبعد كده يقول إيه؟ طب يا موسى كلم الشعب فهمهم إيه اللي شايفينه دون، عرفهم يعني إيه مجد الرب. لا ده موسى مكمل في كلامه مع الرب، يقول لك في عدد 11 هنا. أستأذنك في مكالمة ونكمل بعد إذنك. معنا الأخت ميري من كندا، أهلا بيك يا أخت ميري، تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيكي يا اختي سلوان. اهلا بيكي يا حبيبتي. وانا كمان بقول برحب برضو بالقسيس أليكس رجل الله المبارك. يباركك الرب. ربي يباركك، اتفضلي. يعيش الرب يستخدمكم ويبارك قناه الكرمه وخدماتها حقيقي تبارك جدا وسبب بركه وتشجيع لينا كلنا. هللويا. ربي يبارك. انا عندي طلبة صلاه بخصوص ابني امير. هو يعني لسه لغاية النهاردة لم يعرف الرب ولم يختبر تحدثه ولم يختبر خلاصه. وللأسف الشديد برضو في يعني محاربات له كتير بتيجي من عدو الخير اللي بتخليه يعني تنزع سلامه وبتخليه دايما عايش يعني كئيب حزين. بتحاربه كتير حتى في مجال عمله وفي مجال حاجات كتير. يعني أنا حاسة أن هي دي محاربات من عدو الخير. فأرجو يعني تذكروا في الصلاة، محتاج صلاة إن الرب يمسكوا الرب يردوا لي أو يجيبوا له، حتى لو هو مش بيطلبه. أنا عندي إيمان وثقة إن حتى لو هو مش بيطلب الرب لكن الرب قادر إن هو يجيبه ويعرفه طريقه. يعني أمين اسم يسوع. أنا أثق في ذلك جدا. يعني أنا مش فقد إيماني أو ثقتي في الرب، لكن الرب قادر أن يصنع أكثر جدا مما نطلب. أكيد أكيد. أمين أمين. يا أخت ميري إيميل أعتقد صح. النهاردة أسيس أليكس جاتني كذا طلبة صلاة لأجل أسر بتصلي لأولادهم وأحفادهم إنهم يعرفوا الرب ويختبروا الرب. فنصلي الإيميل ونصلي لكل طلبات الصلاة الأولاد والأحفاد يعرفوا الرب. قبل ما نصلي عاوز أقول للأباء اعملوا زي موسى. موسى كان صعب جدا عليه أنه يقود 600,000 في البرية، وكل واحد بمشكلته وكل واحد يقول لك نرجع مصر ونرجع لقدور اللحم ونرجع لورا. فموسى كان بيعمل شورت كات. الشورت كات اللي بيعمله انه بيختصر الطريق وبيدخل يتكلم مع الرب ويكلم الرب. الشعب يشوفه بيكلم الرب، يكلم الرب من وراه وهو بيكلم الرب. مجد الرب اللي كان بيحل في المحلة كان بيسكت كل فم وبيرد كل ارتداد ويجيب الشعب من الارتداد لمحل المجد. فاحنا كتير بنصارع مع مشاكلنا وكتير بنصارع مع ولادنا، وده غلط وده صح، وكان لازم تعمل كده وكان لازم تتصرف كده، ولو ما عملتش ولو عملت وفي الاخر الضغط يعلى والسكر والكوليسترول والحاجات اللي اسمه ستريس فاكتور دون اللي بيجيب امراض النفسية. لانه المصارعات مصارعاتنا ليست مع دم ولحم. لكن عارف انه موسى مش فاضل كل واحد من 600 ولا بقى بعد كده 2 و3 مليون، مش فاضل كل واحد. فعشان ربنا يكلم كل واحد ويجيبه للمجد كان هو لازم يستلقط المجد ده ولازم يدخل الى الحضرة المجيدة ويجيب. مش هو اللي بيجيب، لكن الله بحلول المجد اللي فيه بيستأثر كل فكر لطاعة المسيح. فانا بنصح كل اب وام، كلنا بنعاني من المشاكل دي وكلنا بيقابلنا في الولاد، بيقابلنا في الزيجات، بيقابلنا في كل ما تحاول تحل بنفسك بتتعقد اكتر. كل ما تحاول تدخل في نقاش مع المشكلة وتحاول تحلها 1 2 3 بتتعب اكتر. لكن موسى لما كان بيدخل في المجد الالهي الشعب كل واحد في خيمته، ولا واحد بلا استثناء، ما فيش لأ واحدة، ما كانتش النتيجة 99.9، كانت النتيجة كل واحد اول ما موسى بيكلم الرب من غير تعليمات ومن غير انذارات
ومن غير تهديدات الشعب بيطلع يشوف ايه المجد ده، ايه الجمال ده، ايه العلاقة الرائعة دي. كل واحد في خيمته كان بيخضع للرب، وكل واحد في خيمته كان بيصلي للرب. يا رب علمنا كآباء وأمهات وإحنا بنصلي لأجل الأبناء والبنات والأحفاد والعلاقات الزوجية، إن إحنا بدل ما نناقش مشاكلنا وان تو وان، وبدل ما نناقش مشاكلنا فيس تو فيس، وجه لوجه، ونحاول يا رب نحلها يمين وشمال وتتعقد أكتر وما بتتحلش. ساعدنا يا رب إن إحنا ندخل إلى حضرة الإله الممجد، وإحنا في محضرك المجيد وفي محضرك العظيم، كل واحد من خيمته هيبص هيلاقي المشكلة محلولة، وهيلاقي الابن جه للرب والبنت جه للرب، لأنه بيبص في محل المجد مش بيبص في محل الانتكاسة، لأنه بيبص في محل القوة وفي محل الحلول الإلهي. وإنت مفيش حل تاني غير الصليب اللي قلت عليه أنا متى ارتفعت أجذب إلي الجميع. يا رب خلينا نعلن محبتك لولادنا وبناتنا وعائلاتنا، ونعلن يا رب ان المصالحة مش موجودة في مشورات بشرية ولا مشورات انسانية، لكن كلمة المصالحة موجودة عند شخص واحد اسمه يسوع المسيح، اللي حط فينا هذه الكلمة، صالحنا مع الآب لنفسه غير حاسب لينا خطايانا. خلينا يا رب نتمثل بيك، بدل ما نقعد نحسب الخطية ونحسب الأخطاء، نحسب البركات ونحسب النعم، وندخل في أجواء المجد وفي أجواء البركة. آمين آمين. رب يتمجد مع كل أولادنا الشباب وكل طلبات الصلاة لأجلهم، ومش كل الشباب بيقبل كلام، لكن خلينا نصلي لأجلهم، وأنا متأكدة أن ليهم زمن افتقاد، والرب هيجيبهم وحسب شهوة قلبنا الرب هيدينا. معنا الأخ أديب من كاليفورنيا، أهلا بك يا أخ أديب، تفضل. أنا طالب من دكتور أليكس، اللي يصلي على دوال، هي في المستشفى بقالها 3 أيام، لأن عندها بيقولوا لها الدم بصفة مستمرة. عندها إيه؟ عندها فقد كرات الدم البيضاء، كرات الدم الحمراء بتفقد بصفة مستمرة، حاولوا كل المحاولات مش قادرين يوصلوا للسبب ايه. فالنهاردة خدوا من ساعة كده خدوا عينة من النخاع الشوكي عشان يشوفوا السبب ايه. انا عاوز الرب يتنازل ويلبسها لمسة شافية، لان انا مش قادر اتحرك. وانت شفتها، شفت الاخت نوال في الجنازة بتاعت أسامة، وهي أم أسامة وحمات سوسن، وانت تصلي للرب وتذكرها في صلاتك كل يوم عشان خاطر ربنا يقيمها ويطلعها من المستشفى ويلبسها لبس الشفاء عشان ما تحتاجش لنقل دم بصفة مستمرة. طب أخ أديب، الأول أنا بقدم تعزياتنا العميقة بالنيابة عن نفسي وأسرتي والكرمة ليكم في رقاد الأخ الحبيب المؤمن أسامة. للرب كان مديني في جنازته سلام إلهي أنه فعلا حبيب الرب يسوع، وأنه رقد في الإيمان. الرب يرفع قلوبكم ويعزيكم. عاوز أسأل على الأخت نوال، هل في نزيف من أي مكان؟ هي في المستشفى دلوقتي. انا عارف في نزيف ومطار. عندها من اي مكان عندها نزيف؟ مفيش نزيف. طيب. نزيف. الحاجة التانية اللي عاوزك توصلها لأخت نوال، انه الاسترس احيانا الضغط النفسي بيشوت داون، يعني بيقفل هم الجسم. هم بحثوا كل النتائج دي في مستشفى بولدون بارك، ملقوش في اي سبب. طب نفسيتها عاملة ايه؟ خدوا عينة من ساعة من دخاع الشوكي نفسيتها. عشان تشوفوا سبب توقف النخاع الشوكي في انتاج كرات الدم البيضاء والحمراء. نفسيتها عاملة ايه؟ لا هي مرفوعة. هي بتتكل على الرب وسلمته للرب، وهي عارفة ان أسامة راح السماء ومع الرب يسوع دلوقتي. هاليلويا. يا رب احنا بنرفع الاخت نوال امامك يا سيد الرب، وبنصلي ان النخاع يرجع يكون كرات الدم البيضاء والحمراء بصورة عادية، وإنك رب تلاشي أي إعياء،
اذكر يا رب ايضا اختنا الغاليه سوسن وكل افراد العائله، بنرفعهم امامك يا رب تعزيات الروح القدس يا رب، وبنثق يا سيد الرب ان تصنع كل جديدا في خدمتك الاخت نوال اللي بتحبك من كل القلب وبتكربك. أيوة. وكل النتائج تيجي سليمة وتعود يا رب كرات الدم لطبيعتها في اسم الرب يسوع، لا يكون مرض ولا يكون ضعف ولا يكون أنيميا ولا فقر دم، لكن يعود الكل طبيعي في اسم الرب يسوع. مصدر الأمر في الروح القدس أن يعمل النخاع الشوكي بصورة عادية الآن، وحين تأتي التحاليل نشهد يا رب بعودة الحياة وعودة البركة، وتكون أرقام الدم كلها وصفائح الدم باسم يسوع رب، والهيموجلوبين وكرات الدم البيضة والحمراء والبلازما وكل شيء يرجع لطبيعته في اسم يسوع المسيح، نؤمن ونثق في لمسة شفاء الآن. آمين آمين يا أخ أديب، الرب يحسن إليك والرب يديكم شفاء جسدي وشفاء نفسي أيضا في اسم يسوع. معانا ناخد كاتيا، اهلا بيك يا كاتيا، تفضلي حضرتك على الهواء. الو مرحبا، كيف الدكتور؟ كيفك يا ميري؟ اهلا بيك. اهلا اختي كاتيا. والله اختي مريات الله يطولنا بعمرها واهلها، اعطتني نمرتك، وبس حابه هيك اقول لك انه جوزي والله حكمته مثل جلطه بعينه، والحكمه قالوا له انه ما في علاج لها، وانا بتوصل بكل الانبياء، بتوصل بالعذراء، بتوصل بالمسيح، يعني كلنا بنؤمن فيهم وما بتوصل الا فيهم، وتعدي لصلي حتى ترجع يرجع بصره وما تنظر الثاني عين، وحي عم بيقول بده ينزل على لبنان ويشوف بكي بلاقي له حل، فعمل معروف بطلب منك تعدي لصلي ونتوصل باهل البيت ونتوصل بالانبياء اذا فينا نعمل شيء. هو موجود عندك يا اختي؟ نعم. الزوج موجود معاكي؟ هو لا والله هو مش موجود هلا. طيب بص يا اختي كاتيا، انا حاس كده ان انا عاوز اصلي معاكي يسوع النهارده، انت اول مره يمكن بتكلمي، لكن هو ليه دعوه شخصيه، عاوز يدخل القلب، عاوز يدخل الحياه، عاوز يغير كل شيء. واسم الزوج ايه يا اختي كاتيا؟ اسمه ايه؟ اسمه علي عجيب. هاني عجيب، علي 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 علي. هو اخ مسيحي يعني ولا غير مسيحي؟ لا نحن مسلمين ومنآمن بكل اهل البيت وكل الانبياء بنؤمن فيهم. يسوع النهارده بيدعوك دعوه خاصه انك تيجي تقدمي قلبك اليه وهو يغير القلب ويستلم الحياه. امين يا رب. وصلي لعلي، تصلي معايا اختي كاتيا. آمين يا رب. قولوا يا رب يسوع، يا رب يسوع بدعوك بالإيمان. آمين يا رب. مدعوك بالإيمان، تدخل حياتي، تدخل حياتي، هو داخل بحياتي كل يوم، أصلا كل يوم هو بقلبي. طيب أنت متأكدة أن اسمك في السماء مكتوب وليك حياة أبدية؟ متأكدة أنه لو يسوع جه دلوقتي ياخدك السماء معاه واسمك مكتوب في السماء، ولا احنا بنصلي علشان تاخدي يقين وتأكيد انه كل خطية اتغفرت وانه يغسل القلب بدمه ويديك حياة مكتوبة في سفر الحياة؟ عشان كده بصلي معاك. امين يا رب. قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع املك على كل شيء، انت على كل شيء، املك على بيتنا، املك على بيتنا، واملك على مستقبلنا، املك على مستقبلنا. واشفي علي، اسم يسوع رب، واشفي علي يا رب من الجلطة، مجد يا رب من الجلطة، بارك علي، اسم يسوع رب، بارك علي وبارك حياته، بارك حياته واعطيه حياة جديدة في اسم يسوع، واعطيه حياة جديدة وبنور المسيح، بنور المسيح علي يرى النور، بنور المسيح علي يرى النور، وعلي يرى علي النور، يرى النور. امين يا رب. بشكرك يا رب لاجل اختي كاتيا، وبشكرك يا رب لاجل علي. احنا بنصلي يا رب لاجل خلاصه ولاجل حياه ابديه. امين يا رب. واختي كاتيا يا رب اللي سمعت صلاتها وكتبت اسمها في سفر الحياه، بارك حياتها واشفي الجلطه اللي على العين
يا وقت العالي يا رب بنورك يا رب النور. افتح عين اكشف عن عينيه يا رب الروحية واكشف عن عينيها الجسدية. أمين. حتى استطيع يا رب ان يرى حضورك بعيون قلبه ويرى ايضا النور بالعيون الجسدية. لاش يا رب كل تأثيرات الجلطة ولاش يا رب اي تأثيرات على العين. واحفظ لي عيونه واحفظ لي بصره واحفظ لي حياته. ونثق يا رب انك تعطيه رؤية جديدة الان. واختي كاتيا تبارك حياتها. أمين. وتبارك بيتها وتكون هي واهل بيتها بيطلبوك انت ايها الرب يسوع. أمين. الاله القادر والاله القوي. بشكرك اختي كاتيا وتواصلي مع قناة الكربة علشان يبعتولك سيديهات شرايط كتاب مقدس حاجات تساعدك. والانبياء ليهم مكانتهم واهل البيت والناس اللي اتكلمت عنهم, لكن احنا بس بنطلب بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد وادعوه وهو قريب. فموسى على راسنا وكل الانبياء وإيليا والانبياء اللي ورد اسمهم, لكن لما بنيجي نطلب بيقول عنه الكتاب كل ما تطلبون من الاب باسم يسوع. فاحنا بنكرم انبياء العهد القديم وبنكرم انبياء العهد الجديد, لكن الطلبة لما تستجاب بيرجع الفضل لانه يسوع وحده هو اللي حمل امراضنا وهو اللي حمل خطايانا وهو اللي حمل اوجاعنا وقال ان احنا كل ما نطلب باسمه يكون لنا. امين امين. اختي كاتيا لو تحبي بكره ان شاء الله كلميني, احب اسمع صوتك واطمن عليكي واصلي معاكي لو ينفع. اكون سعيده جدا. وممكن نبعت لك كتاب مقدس اذا بتحبي زي ما قالك القسيس اليكس, ونسال عليكي اتليست ونطمن على اخبارك في اسم يسوع. ربنا يباركك حبيبتي ويديكي ايمان يقبل معجزه. هنكمل صلاه لزوجك وفي اسم يسوع الرب هيشفيه, وهتتصلي تفرحينا باستجابه الصلاه في اسم الرب يسوع. زي ما قالك القسيس اليكس احنا بنطلب من اله الانبياء اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. رب يبارك حياتك ويحسن إليكي ويديكي نعمة في اسم الرب يسوع. أمين أمين. يا أسيس كنا بنتكلم عن موسى. أيوة. وهو في الخيمة والشعب بيسجد. نعم. لكن يعني عايز أقول إيه, موسى كان بيعيش إزاي؟ كان بيعيش إزاي وهو سفير لله العلي؟ ده سؤال حلو. كان بيعيش بإمكانيات الله. عارفة أحيانا إحنا نقول إيه يعني, لا زي ما تيجي أعيش زي ما أكون وأعيش زي مش مهم إيه نوع الحياة اللي أنا عايشها. لكن إحنا بنشوف إن موسى كان بيطلب من الله علامات وحياة أفضل حياة. فهنا زي ما حضرتك سألت بيقول لما طب معلش سوري مكالمة من مصر من الموبايل. معانا سلوى من مصر. أهلا بيك يا سلوى, تفضلي على أنت على الهواء. أو سلام يا أسيس أليكس. أهلا بيكي. أنا سلوى راغب. إزيك عامل إيه؟ يباركك الرب ونشكرك على تبرعك للكرمة والرب يستخدمك. أنت أخت فاضلة ووصلنا التبرع بتاعك للكرمة. ربنا يباركك ويستثمره أضعاف. ده من كرمة ربنا مش لينا. كلك بركة أختي سلوى. ربنا يخليك. سلام يا أختي سلوى. أنا اللي كلمتك وصلتي معايا عشان مارينا. أنا بعيدة سلوى جامدة بقى. ربنا يرد المسلوب وربنا يبعت لي شقة حلوة عشان هنقول فيها. حاضر. أمين. ربي يتمجد معاك يا أخت سلوى. الله يخليك يا أختي. مصلي لي كده يسوع يملى البيت حياتنا ويملانا ويجذبنا ليه أكتر. أمين. هللويا. يسوع يتمجد معاكم في اسم يسوع. أيوة خسارة. عدو الخير ما علينا محاربات. عايزة أصلى بقى أصلوا من أجله ومرضنا. حاضر يا حبيبتي. بصي أختي سلوى, الرب ناوي على بركتك. في حروب, في مضايقات من أقرب اللي ليكي, بس هو الرب كده لأن هو عارف قلبك وهو اختارك من قبل تأسيس العالم. بقولك أنا ناوي على بركتك. سيب يعني الحرب ليست لكم, الحرب هي للرب. نتيجتها إيه؟ الفرس وراكبهم طرحهم في البحر.
فموسى ما عدش اي عدة للحرب دي، ورغم انه المركبات وفرعون كان من خلفهم عاوز يغرقهم في البحر ويرميهم في البحر ويخلص منهم، غرق هو ومركباته الفرس وراكبهم طرحهم في البحر. قولي معايا اختي سلوى كده، انا عاوز اصلي معاك بصورة شخصية، قولي له اؤمن يا رب يسوع. يا يسوع انت لسه معانا ولا قفلتي؟ ممكن طيب. يكون لو انت سمعاني اختي سلوى قولي اؤمن يا رب يسوع، الحرب مش لي، انا بطلع من الحرب دي خالص وبسلمها لك انت. أمين. انا بشتري دماغي من الحرب وبشتري دماغي من وجع دماغ الحروب، وانا بسلم لك الحرب، وبؤمن ان الفرس وراكبهم طرحتهم في البحر. الرب اختارك للمجد اختي، الرب اختارك ومارينا للنعمة. وبيقول لك حتى رد المسلوب مش من الطرف اللي انت مركزة النظر عليه، لكن رد المسلوب هو عند الهك اللي بيرد المسلوب. المسيح لما سلبوه كل شيء، لما سلبوه ثيابه، لما سلبوه كل شيء، يعني ما كانش فيه اخلاق، ضرب وتعييرات المعيرين وقعت عليه، وكان ممكن ينادي جيش من السماء علشان يخلص على كل المعتدين، لكن قال ايه؟ حقي عند الهي، والاب رد الحق اضعاف، واتى بابناء كثيرين الى المجد، وجسد ممجد وجالس في يمين العظمه، وهيدين الاموات والاحياء، ووضع كل شيء تحت قدميه. فبص يا اختي، انسي ان الرب يرد لك المسلوب من اللي ظلموك. انا عارف قصتك وبصلي معاكي، والاخت سلوى ربنا يباركها بتصلي معاكي، بس قولي له يا رب رد المسلوب من المصادر السماويه وبالطرق الالهيه، هيريح لك دماغك وتشوفي معجزات حقيقيه. امين. الرب يتمجد معاك يا حبيبتي، ويعظم اسمه في كل ظروفك في اسم الرب يسوع. حضرتك كنت بتتكلم على اللاويين او سفراء المسيح والمملكه السماويه. اكمل حته في موسى كده. اتفضل. السؤال اللي حضرتك سالتيه اللي هو كنا بنتكلم عنه على امكانيات السفاره او السفير بيعيش. ما انا كنت هكمل. اتفضل. فهنا حضرتك لما يعني احنا بنتكسف نسال الرب اسئله محدده، بس كل رجال الله كانوا بيسالوه اسئله محدده. فهنا مثلا بيقول له لو وجدت نعمه في عينيك علمني طريقك. ناس كتير عاوزه تمشي في الخدمه بطريقها هي، بخطتها هي، ومش عارفه توصل. لكن موسى لم يكن يطلب طرقه، لان طرق الله ليست طرقنا، افكاره ليست طرقنا. فهنا بيقول له علمني طريقك علشان اعرفك، والامه دي شعبك. فسمع اجابه محدده، قال له وجهي يسير. احيانا اختي سلوى نقول للرب احنا مش نعمل الخدمه الفلانيه الا اذا جت الامكانيات دي، او مش هنمشي في طريق الخدمه دي الا اذا شفنا علامات معينه. لكن ربنا ما اداش لموسى علامات، وما اداش لموسى حاجات محدده يمشي فيها. قال له بص، الضمان الوحيد اللي هيمشي معاك هو وجهي، وما دام وجه اللي ماشي امامك فوجه يسوع هو اللي فيه مجد الله. بيقول ونحن ناظرون مجد الله في وجه يسوع. استاذنك معلش يا حضره القسيس، في حد بيتصل من موبايل لبنت الرب من مصر. اهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي. مساء الخير. اهلا بيك يا حبيبتي. ابونا اليكس، انا كنت عايزه اتصلي معايا. انا عندي مشكله في التهاب الاعصاب في وشي، وده بيعمل لي زي كهرباء في النفس في المخ. باخد ادويه كتيره جدا، والادويه دي غلط على الاعصاب اصلا، وكمان فيهم دواء بيأثر على عضله القلب، واللي هو ده العلاج الوحيد يعني. فدي مشكله كبيره. صليت مع ناس كتيره قوي صراحه، بس يعني كلهم ليهم يعني ربنا بيستخدمهم في معجزات. بس في حاجه انا ربنا سامحني، انا بقول ليه ربنا مش عايز يعمل معايا معجزه؟ ده دايما سؤال في دماغي، يعني
ليه مثلا لما اصلي مع حد انا عارفه ان ربنا مستخدمه بس في الاخر برضه برجع باخد الادويه وهو الالم وهو التعب وهي الكهرباء، انا ببقى متضايقه ببقى متعشمه في ربنا ان هو يخلصني من ده وبرضه ما فيش حاجه. حاجه كمان ان انا بقالي كتير قوي بدور على شغل وبرضه بصلي من اجل الموضوع ده وصليت يعني جامد مع كل ناس كتير قوي ربنا مستخدمهم وبرضه لغايه دلوقتي ربنا ما اذنش في الشغل. فانا مش فاهمه، انا عايزه اصلي مع قدسك بس انا كمان مش فاهمه يعني. طب احنا هنفهم مع بعض يا بنت الرب، انا عرفت مشكلتك وحاسه ان الرب اداني كي او مفتاح لحل مشكلتك. كويس قوي ان احنا نصلي مع اسس وناس مستخدمين في عمل الله لايات والعجائب والرب يعمل، بس عارف اعظم عمل ان الله هو يكون عامل فيا انا. الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تفعلوا من اجل المسر. عارفه ليه كل الاستجابات دي ما جاتش؟ لان احيانا مع احترامي يعني كل رجال الله المقتدرين والرب بيستخدمهم ليهم أسماء ومقتدرين، بس أحيانا ما فيش حاجة بتحصل. ليه؟ لأن الله هو اللي عاوز يتعظم في العلاقة، والله هو اللي عاوز يتعظم في الشركة. وأنا حاسس يا أختي أنك أنت لو قضيتي ساعة في محضر الرب تشبعي من محبته وتشبعي منه هو شخصيا. ليه؟ لأنه يعني ما فيش عند ربنا حاجة اسمها تيك اوي أو هروح مثلا المطعم الفلاني ياخد الأكلة الفلانية حلوة وبحبها وكل حاجة وامشي، لا هو عاوز محبة أبدية وعلاقة أبدية وشركة مستمرة. أنا بصلي وبقعد مع ربنا كل يوم بقرأ كلمة ربنا. طب كويس، بصي خلي التغيير ده يزيد، يعني ضعف الوقت وضعف الحضور. أنا حاسس أنه المرض دوت والشغل والحاجات دي ربنا عاوز يعملها من خلالك أنت. احنا هنتحد معاك في الصلاة وهنتحد معاك في الطلب، بس الكلمة اللي جاياني من الرب ليكي ان انا عاوز اضاعف حضوري فيك وعاوز اضاعف شركاتي وعلاقتي. بدل الساعة خليها ساعتين، معلش مش عن ضغط ولا لو ما عندكيش وقت، لكن في تلذذ هيوصل في حياتك تتلذذ بربك فيعطيك سوء لقلبك. التلذذ دون لما بيوصل لماكسيمم معين هتلاقي الباب العمل اتفتح. انا كنت زي كان عندي 3 لتر دم على القلب وعلى الرئه وبيعصروا القلب وبيعصروا الرئه، والدكاتره حكموا عليا بالموت والسرطان وقالوا لي مالكش شفا. فعملت ايه؟ انا نايم على السرير طول الوقت وزي ما كانوا بيعدوني لانتظار الموت، قلت احيا ولا اموت وانتظر خلاص الساعات اللي باقيه والايام اللي باقيه هاخدها كلها في محضر الرب، لغاية ما الرب تنازل وسحب الدم وسحب الموت وأمر بالحياة. فأنا عاوز أقول لك أنت يعني لو ما فيش حاجة بتحصل من الناس اللي بتصلي معاها لأن الرب مصر عليك أنت وعاوز وقت معاه أكتر وعاوزك أنت بالذات هو الأول والآخر والبداية والنهاية، هيبدأ فيك العمل وهيكمل. يعني ده مجرد رأي، معرفش الأخت سلوى تحب تقول حاجة وهصلي معاك. طبعا ما فيش شك ان الرب انت واند فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر. صدقي فيه وانتظريه هو، وزي ما قال القسيس اليكس انا بحيي ايمانه ان خلي عينيك على الرب مش على البشر. صدقيني اوعي تقولي فلان لان عنده فلان لان يقدر، لكن خليكي مع سيدك اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. امين. تفضل صلي لها حضرتك. صلي معايا بنت الرب صالح. انت لسه معانا على الخط؟ اه طبعا. طيب قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بستقبل حضور يسوع. الهي امين يا رب في اسم الرب يسوع. حضور الهي بمجد سماوي، تعال بمجد يا رب عليها بمجد سماوي سمائي. يغيرني يسوع. يغيرني في أفكاري وفي حياتي ويقودني ويقودني أو يرشدني
لتلذذ في العلاقة مع الله. لتلذذ في العلاقة مع الله. أشكرك لأنك على الصليب. أشكرك لأنك على الصليب. شفيت مرض الأعصاب. يا رب. شفيت مرض الأعصاب. والكهرباء الزيادة. الكهرباء الزيادة. وكل خلل في الأعصاب. يا رب. وكل خلل في الأعصاب. وبستقبل منك. وبستقبل منك. بقوة دم يسوع. أمين يا رب. بقوة دم يسوع. وبجروح الصليب. وبجروح الصليب. مخ وأعصاب جديدة. أمين يا رب. مخ وأعصاب جديدة. وتصنع الكل جديد. وتصنع الكل جديد. يا رب أنت أبويا. يا رب أنت أبويا. ليك مفاتيح داود. ليك مفاتيح داود. تفتح باب العمل. تفتح باب العمل. حاسة بأي حاجة غريبة وأنا بصلي معاكي أختي؟ عمالة بتاوب. في روح نعاس أو نوم يعني؟ حط إيدك على رأسك. طيب قول يا رب يسوع. باسم يسوع. يا رب يسوع. أنا بطرد. أنا بطرد. كل مقاومة. كل مقاومة. روحية. في اسم الرب يسوع. روحية. في اسم الرب كل مقاومة يسوع. روحية. ضد. كل مقاومة روحية. ضد عملك. ضد عملك. وشفائك. وشفائك. واستقبل. واستقبل. نشاط الروح القدس. نشاط الروح القدس. ونعمة الله. وروح الله. نعمة الله وروح الله. يطرد. يطرد. كل كسل. كل كسل. كل خمول. كل خمول. كل ما يعوق. كل ما يعوق. عمل روحك القدوس فيا. عمل روحك القدوس فيا. يا رب باسم الرب يسوع أنا بضع يدي على بنت الرب الآن. أي مشاعر غريبة، أي قيود يا رب تنفك، أي أشياء يسوع. يا رب من الماضي تنحل يا رب. يسوع أختي أنت حاسة في قلبك في حاجة، حد عاوزة تغفري له شيء أساء بيه في الماضي إليكي؟ في حد أساء إيه؟ حد أساء ليكي في الماضي بتفتكر الإساءة دي باستمرار؟ آه. طب قولي له يا رب يسوع. يا رب يسوع. أنا بعترف. أنا بعترف. أمامك. أمامك. بعدم الغفران. بعدم الغفران. يا رب. وبطلع من جسدي. بطلع من جسدي. ومن روحي. من روحي. ومن نفسي. ومن نفسي. كل تأثيرات سلبية. كل تأثيرات سلبية. تركها عدو الخير. يا رب. تركها عدو الخير. من خلال الإساءات. من خلال الإساءات. التي حدثت على جسدي وأعصابي. التي حدثت على جسدي وأعصابي. وأعصابي اللي توترت كتير. وأعصابي. اللي توترت كتير. تصير مشفية. أنا حرة تماما. أنا حرة تماما. من قيود التوتر العصبي. يا رب. إيه؟ قيود التوتر العصبي. من قيود التوتر العصبي. والنفسي. والنفسي. وأستلم منك يا يسوع. وأستلم منك يا يسوع. نفسية محررة بالكامل. يا رب يسوع. نفسية محررة بالكامل. نفسية محررة بالكامل. بدم يسوع أطلق الغفران. بدم يسوع أطلق الغفران. وأحرر نفسي. وأحرر نفسي. من الأثقال. من الأثقال. التي تركها الشخص. الذي تركها الشخص. الذي أساء ليا. الذي أساء ليا. وأختارك أنت. أختارك أنت. النصيب والرفيق. النصيب والرفيق. راعي نفسي.
راعي النفس واسقفها باسم يسوع. اختي وانا بصلي معاك حسيت انه الضغوط النفسية عملت خلل عصبي، فاحنا عاوزين نركز الفترة اللي جاية الروح القدس هيعلن لك عن اشياء، مش عشان بيدينك ولا عشان يقول لك انت غلطانة في كذا، لا عشان يحررك من تأثير شخصية abused for many years وشخصية اساءت ليكي، وانت بتطلعي التأثيرات بتعترفي بيها بالروح القدس هيطلع المرض من جسدك شوية بشوية، لأن التوتر النفسي والعصبي عمل خلال في الجهاز وهو سبب الكهرباء، وهتختبري قوة الله لو عملت اللي بقولك عليه. آمين. ربي يتمجد معاك يا حبيبتي. ناخد بنت الرب من كاليفورنيا. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوة مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك. ربنا يبارككم بجد على الجلسة الحلوة دي. شكرا. بنستريح جامد بجد، يعني لما بنسمعكم والأسئلة والمناقشات وكله. أنا طالبة كلمة صلاة الأخت ليليان، بتغير دم على طول في لوكيميا في الدم. وأخت ناهد فوجئت إن في حاجة في الكولون، اشتباه ورم في الكولون، فأرجو أنكم تصلوا للاثنين دول. أمين. وأنا طلبة كلمة صلاة ليا، محاربات جامدة جدا جدا في واحدة، يعني سمعت كلام وابتدت تنشره وكده، فأنا في محاربات جامدة قوي عليا، وطلبة من الأشيس قالك يصلي لي دلوقتي. حاضر. أنا سامية الاختبار بتاع مرات ابني، أنا كنت فاكراك هتجيبه على الهواء. أنا سجلته. اللي هي كانت بتسقط. أيوه سجلته لما كنا في تيمبل سيتي. طب أنا هدور عليه وأوعدك المرة الجاية لو لقيته هحطه حاضر. أنا أفتخر طبعًا. شكرا. أفتخر بالرب طبعًا اللي مد إيده. مد. كان بيموت الطفل 3 مرات في الشهر السابع. تحمل وتموت. ونشكر ربنا الطفل دلوقتي لما صليت لها. هللويا. عنده 2 سنين. نشكر يسوع. هللويا. نشكر يسوع طبعا. هللويا. كتير. يعني ممكن تصلي لي بس المحاربات دي ومنعني ان انا اقدر حتى بسال ربنا، يعني هو شايفني مظلومه لكن بسال ربنا بجد، يعني الموضوع ده ليه بتاع 8 شهور اهو. طيب. بسأله بقول له ليه، طب انت شايفني مظلومة، لكن توقيته هو بقى انا مش عارفة. اختي سامية مش كده؟ ايوة. عاوز اقول لك يعني انا مريت باختبار زي اختبارك. قبل ما اجي امريكا ظلمت ظلم رهيب 3 سنين، لدرجة ان انا كطبيب ومراتي طبيبة وكان عندنا عيادة، احيانا كانت بتعدي علينا ايام من كتر السلب والنهب والظلم اللي كان فينا ما كناش احيانا بنلاقي نتعشى، يعني مش مكسوف اقول كده، من كتر ظلم العدو. حصل. طيب ما انا عاوز اقول لك ايه، واحنا احيانا كنا بننام بالجوع ظهر وليل، وكان سلب مفروض عليا من استاذ في الماجستير اما يستبني كل شيء او مفيش نجاح يعني او كده، وبعد ما عرف قدر يعني بيقول قبلته بسلب أموالكم بفرح، بعد ما سلب كل شيء ما قدرش يستبني إباني، وفي نهاية 3 سنين ظلم وفي نهاية 3 سنين عبودية استنزف كل قوانا، وكان لي خطة شريرة جدا لم ينجح فيها، والرب وراني الطريق، لم يسلب مني إيماني في الرب، لك كنت فرح وكنت ببشر في وسط الفقر وبتكلم في وسط الجوع وفي وسط الاحتياج، احيانا يعني كنت بروح اماكن بعيدة على حسابي، معرفش ازاي الرب كان بيدبرها، بس انا عاوز اقول لك النصيحة اختي، افرحي في الرب كل حين. أمين. واقول ايضا افرحوا لان فرح الرب هو قوتكم. الرب عمل ايه؟ استهان بالعار واحتقر الخزي وحطه تحت رجليه ووجه نظره وانطلق نحو اورشليم. وانت يا اختي بتثبيت نظرك، انت اختبرت قيامة للطفل اللي بيقولوا ما فيش قيامة من الأموات، حضرتك بشهادة الأطباء قلتي انه قام من الموت 3 مرات،
ولما نزل من بطن امه المفروض المده ما بيوصلش الدم للمخ، لا مؤاخذه ينزل باعاقه او ينزل ما بيتكلمش او ينزل شلل ولا حاجه، انما نزل سليم 100%، اشاره الى ان الهنا امس واليوم والى الابد ما زال يقيم من الاموات، مش بس الاحياء لكن الاطفال في بطون امهاتهم. فالرب بيقول لك اللي اقام من الاموات هيقيمك من الظلم. وصلي معايا يا اختي ساميه، قولي اؤمن يا رب يسوع، اؤمن يا رب يسوع بقوه قيامه، بقوه قيام، انت اقمت الحفيد، انت اقمت ابني وتقيمني الان، امين، وتقيمني الان بقوه دم يسوع، بقوه دم يسوع وبقوه اسم الاب والابن والروح القدس، بقوه باسم يسوع المسيح الاب والابن والروح القدس، اعلن نصره وغلبه باسم يسوع، اعلن نصره وغلبه بدم يسوع، بدم يسوع وبكلمه شهادتي التي اشهدها الان يا رب، وبكلمه شهادتي التي اشهد بقيامتك، اشهد بقيامتك واشهد بنصرتك، بنصرتك واشهد بعظمتك، بعظمتك، وان اله السلام، وإله السلام سحق الشيطان، نعم يا رب سحق الشيطان على الصليب، على الصليب أشكرك لأنك بترفعني وتنصرني فوق كل شكايات العدو، أمين، واللي بينشره كلام باطل، كله كلام باطل، ولرئيس هذا العالم يأتي، ولرئيس هذا العالم سيأتي وليس له في شيء أبدا، وليس له في شيء، أعلن حريتي يا وقوتي، وقوتي من كل شكايه باطله، امين يا رب، من كل شكايه باطله ومن كل حرب خاسره، ومن كل حرب خاسره لعدو الخير، لعدو الخير والعدو تم خرابه، والعدو تم خرابه الى الابد، الى الابد ليس لك مكان، ليس لك مكان في نفسي ولا اعصابي ولا جسدي، امين يا رب، ولا بيت ولا اعصابي ولا جسدي ولا بيتي، امين. افرحي بالحريه اختي، وهللي ومجدي لانك هتشوفي ايام جديده ومستقبل مجيد، وزي ما شهدت عن القيامه من الاموات هتتكلمي وتشهدي عن النصره والغلبه بدم يسوع، اسم يسوع. واخواتها ليليان وناهد اخواتها ليليان عندهم كانسر، الاخوه اللي هو اللوكيميا، ناهد وليليان، حاضر يا رب، بنصلي لليان وشفاء اللوكيميا وناهد والقولون، يا رب انا بصلي لاجل كل الامراض، سرطانات الدم، سرطانات الجهاز الهضمي، سرطانات الجلد، سرطانات الاعصاب، سرطانات العظام، سرطانات الاجهزه التناسليه، السرطانات في الغدد، يا رب انا بصلي وبحصر كل انواع السرطانات في قوه دمك، ونعلن مجدك يا رب، وانت اديتنا عباره واحده فيها الكفايه، وجهي وجهك هو شمس البر والشفاء في أجنحتها، احنا بنستقبل بركات الوجه، بنستقبل مفعول شمس البر، بنستقبل الإله الذي ابتسم في وجوهنا ابتسامة الرضا، الذي رآنا وكان زماننا هو زمان الحب، نستقبل يا رب ابتسامتك وأفراحك وأمجادك، وكانت كلمتك يا رب التي تخرج شافية مطهرة محررة، نستقبل عيونك التي تنظر إلينا من أول النهار إلى آخره، جعلت عينك على شعبك واخترته لمجدك وإعلان اسمك، أمين، أمين، أمين. معنا بنت رب من نيويورك، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو، مرحبا. مرحبا بيكي، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا أشكر قناة الكرمة على إعدادها مثل هيك برامج، وتخلينا أن نلتقي ويا قسسة ويصلون معنا. أشكر السلوى وأشكر القسيس أليكس. أطلب أطلب صلاة، لأنه أنا أخذت ألتا ساوند طلع بي كدني سيست، وايضا عندي ال HLA-B27 positive، هذا اثر على عيني واثر على قزحيه العين، وسوالها انفلاميشن بقزحيه العين. حاليا الحمد لله عيني is better، لكن still I have
التهاب بال انكلوزنج سبوندلايتس، فيا ريت القس يصلي وياي، وايضا اطلب طلبه صلاه من اجل شغل. صار من 16/8/2017 لحد الان انا بلا عمل. فيا ريت. حاضر حاضر، سلامتك اختي. يتحد يا رب، انت ترى يا رب كمية الألام والأوجاع التي في شعبك يا رب. يا رب نشكرك لأننا غير متروكين، أمين، لكن محمولين على الأزرع الأبدية، لأننا يا رب نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. ليتك تفيد يا رب على بنت الرب الألترا ساوند والسيستة، يشفى ويبرأ، ويجي الألترا ساوند الثاني اللي بتعمله أو الانفستيجيشن without any cyst in the name of Jesus. يا رب احنا بنصلي لأجل العيون والتهابات العيون وأي أمراض في العيون. أعطي عيون جديدة لشعبك يا رب، واشفي من كل التهاب، واصنع كل جديدا، لأن كأعضاء جسد المسيح يا رب أنت قمت وأقمتنا معك في السماويات، وأعلنت أنك رأسنا الممجد، تفيض على جسدك بروح النعمة والتضرعات والشفاء والبركات، لأنه لم تبخل على جسدك يا رب، لكن أعطيت لجسدك كل ما هو ليك. أعطيتنا يا رب أن لا نصير أعضاء مرضية ولا أعضاء نجسة ولا أعضاء تعيش في العالم مبهمة، لكن أعطيتنا يا رب أن نصير أعضاءك، لحم من لحمك، عظم من عظامك، أعضاء جسدك الصحيحة. فيد يا رب على جسد المسيح في كل الكرة الأرضية وكل شعبك اللي بيشاهدنا يا رب على كل القنوات. تخرج يا رب من الشاشات زي ما شفنا أخونا في الأراضي المقدسة بتخرج وتتكلم إليه من الشاشة وبتصنع معه خلاص وشفاء وعجب. نثق يا رب أن قوتك تأتي عبر الشاشات وعبر الفضائيات والأقمار الصناعية وتغير أجواء المرض والالتهابات، وتغير الأجواء النفسية الكئيبة الحزينة بهواء المسيح. عاوزين هوى المسيح، عاوزين ريح الروح القدس. أمين. هب يا ريح من الرياح من الجوانب الأرض الأربعة على جنتي، فتقطر الجنة من أطيابها. اجعل شعبك يا رب تقطر أطيابه بصحة جديدة وبروائح الروح القدس، وأن نكون رائحة المسيح والمقروءة والمعروفة من جميع الناس. آمين آمين. مبارك اسم الرب. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل قصير نسمع ترنيمة جميلة وسنعود إليكم بسرعة، ابقوا معنا. بروح قدسه فينا
أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة تاني وسفراء المسيح. إذا نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا. أهلا بك مرة تاني أسيس أليكس، ربي يباركك. وحضرتك كنت بتتكلم عن موسى وبتتكلم عن الإمكانيات بتاعته السفير. كسفير تفضل. ناس كتير يعني بتفتكر الخدمة تعب ومجهودات وستريس وضغط نفسي وعصبي، لكن في الحقيقة وعد الرب لموسى في الخدمة كسفير قال له وجهي يسير أمامك فأريحك، أريحك من المخاصمات، أريحك من المقاومات، أريحك من المناقدين، أريحك من الناس اللي قايمة عاوزة تخلص على خدمتك. فهنا جزء مهم جدا في حياة السفير أخت سلوى، أنه مش معنى الخدمة انه ستريس وضغط نفسي
وعصبي ومعاناة. الرب جدا بيهتم جدا براحتنا النفسية والروحية، وان احنا واحنا بنكون بنعمل عمله نكون مستريحين. فالناس بتفتكر انه الخدمة ربح نفوس والخدمة اجيب ملايين للرب، كل ده شيء كويس، بس قبل ما بعمل عمل الرب هل انا مستريح في اللي انا بعمله؟ هل عندي راحة حقيقية بعمل عمل ده من خلال؟ لانه ان فقد العمل ده متعته وان فقد العمل ده لذته، قد ايه ممتع ان موسى يعني في خدمته يكلم الرب فالناس تكلم الرب، يشوف مجده، هو يستريح، شيء رائع، فيريح الشعب من حواليه، يريحهم في سكنهم، ما بقاش في أزمة مساكن، ما بقاش في أزمة أكل، ما فيش أزمات. فهنا الرب بيقول له يعني أنا من كل الناس دي اللي انت بتخدمها مهم جدا انك وانت بتكون بتخدم تبقى مستريح ذهنيا وعقليا ونفسيا أريحك. كمان هنا بيقول له ايه؟ فقال له ان لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا، فبما يعلم اني وجدت نعمه في عينيك. يبقى الخدمه تاني حاجه نعمه في عيني الرب. طب استاذنك بس الاخت سلوى من مصر رجعت لنا تاني. الاخت سلوى اهلا بيكي. اخت سلوى اتفضلي حضرتك على الهوا. اهلا بيكي اخت سلوى. ولا دي تاني؟ انا عايزه اقول ربنا يصلي ويصلي البنت، لان احنا كنا بنشتغل، كانت بتشتغل بره، ورجعنا مصر بقى لنا فتره طويله قوي ما فيش شغل ليها خالص، وهي مسؤوله عني، فمش عارفه حكمه ربنا معايا ايه. ما صليناش لبنتها اللي هي بتدور على شغل ومسؤوله عن مامتها. هي مارينا. برضو اخت سلوى عاوز اقول لك ايه، قولي لمارينا يعني هو راعي الخراف العظيم، بيقول ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى. ممكن نكون في مكان والواحد يرجع للمكان ده، فانت علمي مارينا ازاي تعتمد على الرب راعي النفوس وتستريح فيه. مش مهم هي كانت فين ولا رجعت منين او ليه ده حصل، لان احنا مكاننا اصلا مش في مدينة ارضية، احنا بنتحرك من منطلق سماوي، في مصر، في امريكا، في استراليا، في اوروبا. الوطن الوحيد اللي احنا بنعرفه واللي نقدر عليه نقول عليه هو امنا، اورشليم السماوية التي هي امنا. فانا عاوزك تعلمي مارينا انه لو كانت في بلد اجنبية او رجعت او راحت او جد، الوطن اللي احنا بنتحرك على امكانياته هو وطننا السماوي، اللي بنقول في الاول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. فالارض اوضاعنا بتتغير كتير. انا مش منطق مارينا. انا افتكرت الاخت سلوى. دي سلوى تاني. طيب احنا طيب اسفين جدا، معلش. اصل كان في واحدة اخت اسمها سلوى قبل شوية كده اتصلت وكانت بتطلب صلاة البنت ليها. تلبت الصلاة بتاعتك لبنتك برضو؟ اسمها ايه؟ اسمها نرمين. طيب ما هو طلبة مشابهة، معلش سوري. طيب كان عندنا مارينا وبرضو عايزة شغل والأم اسمها سلوى، فمعلش. طيب تفضل حضرتك أسيس. حضرتك بتصلي مع بنتك وبتطلبوا الرب مع بعض وبتقضي وقتك؟ طيب. يا رب احنا بنصلي انك تعطي الابنة الحكمة. يا رب. الحكمة مش في مكان ولا الحكمة في زمان، الحكمة ان احنا بنستقبل يسوع اللي صار لينا من الله بر وحكمة وقداسة وفداء. ومدام استقبال يسوع انا واثق ان ابنتك هتكون مستريحة في المكان اللي انت عاوزه فيها واللي بتحطه فيها، وما فيش إرادة بشرية بتحركها، هي الرب هيحركها في الإرادة السماوية، لأنكم طالبين مشيئته ولأنكم طالبين شخصه. وعد الرب أنه في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح وفي أفضل شيء الرب هيضع بنته. بقول لك ما تخافيش، التجارب بتقول أنه في شيء صعب حاصل، لكن اعرفي أن إلهك اللي أنت طلبتيه واتحدنا به النهاردة هيغير الواقع الأليم وهيغير الواقع المؤلم، وجاي بنعمة جديدة. احنا لسه كنا بنتكلم عن نعمة اللي طلبها موسى، انه كنت قد وجدت نعمة في عينيك وحضرتك اتكلمت في وقت النعمة، والرب بيقولك علامة النعمة انه بيدي درجة امتياز لولاده.
ما عندوش جيد ولا مقبول ولا جيد جدا، لكن لما قال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا، نمتاز أنا وشعبك على جميع الشعوب. أنا مش هرضى مقبول ولا هاخد ملحق مع يسوع ولا هرضى بالجيد ولا هرضى بالجيد جدا، لكن الفول مر. فأنا عاوز أقول لك النهاردة الرب بيبشرك أختي، لأنك اتكلمتي في آية النعمة، وآية النعمة معناها الامتياز الإلهي والامتياز السماوي، وده معناه أن الرب جايب نعمة جديدة على حياتك وعلى حياة بنتك، ومش علشان تساوي الناس اللي حواليكوا أو تبقوا مساويين للمستوى الطبيعي، لكن الرب هيديكم امتياز في اسم يسوع. أمين أمين يا أخت سلوى. الرب يبعد شغل النرمين في اسم الرب يسوع. هنكمل صلاة ليها وإن شاء الله هتكلمينا وتقولي الرب بعت لها شغل رائع، وهتفرحي بصنيع الرب معاكي في اسم الرب يسوع. معنا الأخ يؤيل من تكساس. أهلا بيكي أخ يؤيل، تفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك. أهلا بيك. طلب الصلاة، عندي حالة عصبية صارت عندي وده تأذيني كلش، وبالبيت مأذيهم. فتلبس منذك الأسبوع عايز خابرت وما كان أكو مجال، متأخر بكت اليوم. الله يسهل. أمين. يصدقيني. طيب بص أخي يؤيل، إحنا إيه هنعمل النهاردة؟ عملية بدل، هنسيب العصبية ونرميها على الرب ونستقبل سلامه بإيمان إن يسوع يملك على أعصابك ويملك على أفكارك ويلاش العصبية دي تماما. تؤمن النهاردة إن سلامه الكامل يملأ قلبك ويملأ حياتك، وتصلي معايا تستقبل سلامه اللي بيقول عنه الكتاب يفوق كل عقل. مش محدش هيزعق بعد كده ولا يرفع صوته، لكن سلامه هيحفظ قلبك وفكرك. صلي معايا أخي. آمين. قل له يا رب يسوع. آمين. قول معايا يا رب يسوع. نعم. صلي معايا. نعم. قول يا رب يسوع. يا رب يسوع. بفتح قلبي إليك. أفتح قلبي إليك. وأعصابي. وأعصابي. ونفسيتي. ونفسيتي. وجسدي. وجسدي. وأستقبل منك. وأستقدم. أستقبل. أستقبل. أستقبل منك. نعم. سلام. سلام. وغفران. وغفران. وخلاص. وخلاص. ونعمة. ونعمة. أشكرك. أشكرك يا لأني أستطيع. لأني أستطيع كل شيء. كل شيء في المسيح الذي يقويني. بالمسيح الذي يقويني. على العصبية. على العصبية. وعلى النرفزة. على النرفزة. وعلى الصوت العالي. على الصوت العالي. أعلن من الآن. فعلا من الآن. أني خليقة جديدة. أني خليقة جديدة. في المسيح يسوع. أمين. بالمسيح يسوع. الأشياء العتيقة مضت. الأشياء العتيقة مضت إن والكل شاء الله. صار جديدا. والكل صار جديدا. أشكرك. إن شاء الله. أشكرك. لأجل خلق جديد. لأجل خلق جديد. في روحي. بروحي. ونفسي. ونفسي. وأعصابي. وأعصابي. وسكن يسوع في قلبي. نعم. وسكن يسوع في حياتي. وسكنه يسوع يسكن في حياتي يعني. وسكنه في حياتي. امين. يباركك الرب. آمين. يا اخي يويل، في سفر حلو قوي في الكتاب كده في العهد القديم على اسم اسمه سفر يويل، 3 اصحاحات، عاوزك تقراه. بيتكلم عن الروح القدس وازاي ان الرب يسكن مع العطشان والسيول على اليابسه، والناس تحلم وتتنبأ وتمتلئ بالروح القدس. اقرا 3 اصحاحات وكررهم وبارك بيهم حياتك، ونثق في عهد جديد وبدايه الهيه. امين. لسه كنت هقول له اقرا يؤيل لان هيبقى انت محتاج انك تمتلي من روح الله يا اخي يؤيل. صدقني لو روح الله جه عليك هيشيل كل عصبيه، وتلاقي بدلها في نعمه غمرتك بشكل غير عادي. الرب يبارك حياتك. ومعانا الاخ اجي من الينوي شيكاغو. اهلا بيك يا اخ اجي، تفضل حضرتك على الهواء. كيفكم؟ اهلا بيك. اهلا اخ اجي.
يعني أنا قرايب صديق أسامة، ذكر أسامة كان عنده كانسر. أيوة أسامة ذكرين مرة يا يعني. أنا فاكرة إن إحنا صلينا له يعني. يا 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 سلوى إنه قبل أسبوع أسبوع ونص توت كان عندي كانسر براسي. أيوة إحنا صلينا لك. الحمد لله شالوه يعني شالوه هسه، بس أنا دعارض الراديشن وكيمو. أيوة. يا فيقول لا لازم تضروا الراديشن وكيمو، فأطلب منكم الصلاات. بسم الله. ما أنا ما أحتاجه. وأنا شفت طلبتك الثلاثة اللي فات. والتحدي انا والاخت سلوى والاخ صمويل في الصلاه لاجلك، والاخت سلوى نبهتني كتير قالت لي بلكي ما يا بلكي ما احتاجه لانه هسه دا ضرب الكيمو وبعدين راديشن. صلي معايا اخي، صلي معايا. قول له يا رب يسوع، يا رب يسوع استقبل شفائك. امين يا رب. لا استقبل شفائك، استقبل شفاء في جسدي. نعم في جسدي استقبل الشفاء بجسدي. اتم يا تم الشفاء جسدي. اؤمن يا رب يسوع، اؤمن رب يسوع انك انت اللي بتشفي، انك انت اللي تشفي. أيوة. وتحرر، وتحرر من السرطان، من السرطان وكل مرض مستعصي، وكل مرض مستعصي والغير مستطاع عند الناس، غير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. مستطاع عند الناس، عند الله. أؤمن يا رب، عند الله. أؤمن بشفائك، أؤمن بشفائك وانتهار السرطان، وانتهار السرطان. واسمع مني، واسمع واسمع مني إناء جديدا. نعم إناء جديد، وعاء. إله وعاء جديد. نعم وعاء. وي جديد. امين امين. نؤمن اخ اجل، رب يحميك، والورم اللي تشال دون الرب يحفظك من اي تاثيرات، ويتمم شفاك في قوه الدم وفي عمل الصليب، وبنعلن مقدما تاثير دم يسوع وعمل كلمته في حياتك. امين. الرب يتمجد معاك يا اخ اجي في اسم يسوع. ناخد الاخت اماني من مصر. اهلا بيكي يا اخت اماني، اتفضلي. أيوة. حضرتك على الهواء. مساء الخير. ايوه مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. انا بس عايزه اطلب الصلاه من الاسيس اليكس عشان انا عندي ولد وحيد هو اسمه كرولوس، والسنه دي دخل اولى تجاره انجليش، بس هو اثر في المذاكره، فكانت النتيجه ان هو طلع بمواد في الترم الاولاني ومواد في الترم الثاني، وما كناش نعرف ان احنا المفروض ان احنا نعمل التماس في الترم الاولاني، ما عرفناش، فكل اللي هنعمله هنعمل التماس في الترم الثاني. فربنا يتمجد، لان طبعا نفسيتنا واعصابنا تعبانه قوي. ما تخافيش اختي اماني، كل الاشياء تعمل معا للخير اللي بيحب الرب. لو انت وكرولوس بتحبوا الرب هيتمم خطته، والرب بيأكد ان شعبه ده كان حتى في العهد القديم بيمشي بدرجة امتياز، وبيمشي بدرجة بطريقة متميزة في كل شيء. مهما كان الشعوب اللي حواليه اقوى، الشعوب اللي حواليه اعتى، اطول، ضخمة، عندهم اكتر، بس الامتياز لشعب الرب. يا رب انا بصلي كتير يا رب في ثانوية عامة وفي تجارة وفي شهادات منتظرين نتائج. اؤمن يا سيد الرب بدرجة الامتياز اللي اتكلمت عنها لموسى اللي كانوا بيعيشوا في الظل، انك تعطي درجات افضل لعبيدك، وانه فعلا يا رب كرولوس ينجح والالتماس يتقبل وينجح بتفوق في السنين القادمة. واحبائنا يا رب الطلبة اللي امتحنوا ثانوية عامة ومنتظرين نتائج أو كليات، بصلي لدرجات الماجستير والدكتوراه ودرجات امتياز اللي اتكلم عنه موسى في عهد الظلال، ناخد أحسن منه في الحقيقة يسوع. في يسوع. آمين. آمين. رب يتمجد مع كرولوس، إن شاء الله تبشرينا وتقولي لنا أنه نجح وعدى في اسم يسوع. معنا تلبات صلاة يا حضر الأسيس. كنترول روم جابهم لنا، وأنا معايا برضو شوية فنبتدي فيهم. تفضل اجي، احنا صلينا لاجلك وبنشكر رب لاجل ازاله الورم، يكمل معاك. انت شخص مجتهد جدا في طلبات الصلاه،
كل ما بلاقي بمسك ورقة بلاقي اسمك يعني، فربنا يباركك. بنت الرب بتمر بظروف صعبة الأيام دي، وعندها ألم في فقرات الظهر، وعندها 3 أطفال وتشتاق يكونوا للرب، وهي ذاتها بتدور على شغل. أنا عاوز أنصح بس كل واحد بيمر بظروف صعبة وبيدور على شغل، بدل ما ترق تفكيرك وترق نفسك، دور على يسوع وخلاص، ودور على الملكوت أولا. وعد الرب هذه كلها تزاد لكم. كل ما الواحد بتضيق بيه الأمور أو تضيق بيه الدنيا، بيضعف الجلسة مع الرب، ويدخل في محضر الرب أكتر، يلاقي أن الرب حلها من عنده. فكل شخص بيمر بظروف صعبة، بدل ما تركز في ظروفك وتركز في مشكلتك وتركز في اللي انت بتدور عليه، كويس انك تجتهد وتبحث، بس ما تخليش الامور دي تربكك ولا تقلقك. يا رب احنا بنصدق انك توجد مع كل التجارب المنفذ، تشفي الام الظهر، والاطفال يا رب يعرفوك، واختنا تفتح امامها باب العمل. امت الرب عندها عملية في الرقبة 14/8، زرع خلايا جذعية وفي الفقرات أيضا. أذكر يا رب كل اللي محتاجين لأعضاء وخلايا جديدة، ونشكرك لأنك ألبستنا الجديد الذي يتجدد. تستطيع يا رب عبر الشاشات أن تجدد خلايا سرطانية، أن تجدد خلايا ميتة، أن تجدد يا رب خلايا قد يكون أكلها المرض أو توقف عنها الدم بسبب جلطات أو آلام. يا رب بنصلك لألحان إزالة المبيض 11/7. أذكر يا رب كل عمليات الأجهزة التناسلية، واعطي يا رب للشباب والشابات وكل من طلب يا رب أن تقف معه وتبرئ كل هذه الأعضاء. شفاء لأجل عيون نغم ونوال، بنصلي يا رب لأجل أبراد العيون. أمين. نسق سيد الرب أن عيون الرب اللي مفتوح على شعبه تهب عيون جديدة وبصر جديد. صلي لأجل منى وأميرة وأنطوانيت، شفاء الرب يمنحكم شفاء بنعمته. فاتن بنصلي لأجلها والعائلة يعرفوا الرب ويرتب زواجها وزواج إخواتها. بارك يا سيد الرب كل أفراد العائلة، ورتب مواضيع الارتباط بصورة سماوية. شفاء لأجل أميرة وجورجيت ونوال، وشفاء الأم ألام في الرقبة والظهر. بارك يا رب أميرة وجورجيت، المس يا سيد الرب الرقبة والظهر وألام المفاصل والعظام، ونوال وسناء، واشفي كل موجوع وألم لأنك رب. أنت الرب شافينا، أمرت بعز شعبك وأمرت بامتيازات لموسى وكل شعب الرب. اصنع رب مفتخرا في شعبك، يأتي إليك يا رب كل موجوع وكل متألم وجميع الألام والأمراض شفيتها بكلمة فمك. شفاء منى وألحان من السرطان، صلي يا رب لأجل كل أنواع السرطانات، تبرأ في قوة الدم وفي عمل الصليب. اسمي يسوع رب. الرب يفتح باب العمل أمام نادية ونهرين، بنت الرب حماية الرب عليها وعلى بناتها، وبتطلب لأجل أختها شفاء، والرب ينجح ابنها، ولأجل صاحبتها لأن عندها محتاجة زرع بشر. نطلب يا سيد الرب حمايتك على كل شخص واقع عليه رعب أو تهديد، أن تنزع رب كل تهديدات وتطلق شعبك في حرية مجد أولاد الله. وبنطلب رب النجاح الابن والصحبات والمحتاجين يا رب، صحبتها اللي محتاجة زرع بشر، أعطي يا رب نعمة لكل من يطلب رب بنين أو بنات، أن تعطيهم بحسب غناك. شفاء جورجيت من التهاب في الرجل، الرب يلمس الأقدام ويعطي أقدام الأيائل عن مرتفعات. بنت الرب، الرب يتمجد في حياة وزواج الأولاد، وبركة غير عادية في اسم الرب يسوع. بنيجي يا رب بنضع كل هذه الحياة والارتباط أمامك. شفاء لأجل مينا من الصدفية، صلي يا رب لأجل كل الأمراض الجلدية، الأمراض يا رب اللي مرتبطة بمناعة أو مرتبطة وغير معروف سببها يا رب، أمراض جلدية كثيرة غير معروفة السبب، لكن في اسم يسوع يبطل العجب، لأن كل شيء مكشوف وعريان، وعيناك تجولان الأرض يا رب، تتشدد مع الذين قلوبهم كاملة. شفاء ورحمة لأجل منيرة وبشوي، يبارككم الرب ويحفظكم. ابن الفادي الرب يحل المشكلة،
بنت الفادي شفاء الرب يعطيها سؤل قلبها من ناحية ولادها. يباركك الرب ويعطيك كل ما تطلبين وثقة أن تنالين يكون لك في اسم الرب. فايز أو F-A-Y-A-T-H 29 سنة عنده ورم on his spine. بنصلي يا رب لأجل أي ورم في العمود الفقري أو أي ورم في الفقرات يبرأ الآن في اسم يسوع. أمين. وفي قوة الدم أن تأتي يا سيد الرب بفقرات جديدة وشادية. الرب يحل كل مشاكلها في اسم الرب يسوع. ناريمان complete healing. اذكر رب كل هذه الصفحة وطلب شفاءات كثيرة. لا يعسر عليك أمر جميع المرضى شفيتهم بكلمة فمك. جوني special touch from God. رب يلمسك، هو عارف احتياجك وبلمسته الإلهية يسدد الاحتياج. بنت الرب من الأردن، البنات الرب يفتح باب الارتباط. والدوتر مش لاقي بنتها، مش لاقي شغل 4 سنين. يباركك الرب بنت الرب ويكرمك في جواز بناتك ويعطيهم شريك الحياة الصالح ويفتح باب العمل أمام ابنتك. أمال الرب يشفيك من السرطان ويلمسك. أحلام الرب يعطي خلاص للأبناء وتصير العائلة للرب ولمسيحه في اسم يسوع. بنت الرب ألام وجع في الظهر ومش قادرة تمشي، وشي already had back surgery، عملت عملية في ظهرها. يا رب بصلي لأجل ألام الظهر يا رب، ألام القدمين، ألام الركب، ألام المفاصل. الأمراض يا رب، الألام دي بتبقى صعبة جدا وبتضغط على الأعصاب وبتضغط على الحياة وبتعمل استرس جامد. لكن يا رب إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدية هو عندك. نعم يا رب. نطرح أمامك كل أوجاعنا ونطرح أمامك كل أمراضنا، ولتخرج قواتك عبر الشاشات تلمس كل ألم، تبدد كل وجع، وليقل الضعيف بطل أنا بالرب. رفاء محتاجة بركات الرب من السماء. الرب يفتح كل نعمة وبركة. والابنة الرب يعطيها سيف ديليفري، الرب يكون معاها وتضع بالسلامة. والابن يلاقي شغل وفيسفول وايف. بارك يا رب الأخت رفاء، أعتقد أنها من ميتشيغن، وأعطي نعمة سيد في البيت الجديد، وأعطي بركة سماوية، وأعطي الابنة يا رب تضع مولودها بسلام، والابنة تضع أمامه وتفتح باب العمل والارتباط. مايا الرب يشفي من الدبريشن والإحباط يا رب. ونور من الدبريشن، أحسن شفاء من الإحباط كلمة الله اللي قال عنها داود: وجدت كلامك حلو فأكلته فكان لي أحلى من العسل وقطر الشهاد. ما فيش أحلى من طعم كلمة الله. بتضيع الاكتئاب، مش مجرد بنقراها قراية سطحية ولا بنقراها قراية الواجب، لكن بنقراها وادخل واتحد بالله من خلال بيها. كلمته. وفعلا لكل كمال وجدت حد، كلمة الله هي جميلة بلا جدا. حدود. نعم. ويعني طوبى اللي بيعرف كلمة الله، لأن طرقها طرق سلام. طرق الكلمة طرق حياة، طرق حكمة. فكل شخص مكتئب طلع اللي جوه، ولازم تاخد مادة جديدة. الأفراح في كلمة الله، الأفراح في يسوع، والقوة والتجديد. حتى يسوع قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت، لكن لما ذهب طلب الآب ظهر له ملاك يقوي ويشدده وقال لهم: قوموا ننطلقوا منها هنا، لأنه كان انتظر المجد وضاع الاكتئاب. وزيرة very sick، مريضة جدا في المستشفى. الرب يشفيك يا أخت وزيرة. وكل مريض سواء في العناية أو بيعاني من أمراض من أنواع مختلفة، الرب يطلق من أسر المرض. ماثيو 3 سنين عنده سرطان في المخ. بنصلي يا رب لأجل أمراض الأطفال، ومن أجل يا رب سرطانات الأطفال تأتي إليهم وتعطيهم حياة وقوة ومجد وشفاء إلهي.
ماجد مازال تعبان وبيتعب من أي مجهود، وميري تشفى من كل ألمها. يا رب جدد كالنسر شباب شعبك، ابطل كل ضعف وابطل كل ألم، واعطي لكل يا سيد أن يتشدد في الرب وفي شدة قوته، ولا يكون ضعيف ولا يكون خائر، لكن الكل يقول مجد. من فضلكم أيضا سيلفيا، صلاة قوية عشان ربنا يتمجد يشفيها من الغدة الدرقية وكمان الغدة الليمفاوية. أباركك الرب أخت سيلفيا، احنا لسه كنا شايفين شفاء الأورام بتاع الغدة الدرقية، الرب يشفي كل الغدد، بنصلي لأجل كل أمراض الغدد أن تبرأ في اسم الرب يسوع. بنت يسوع عندها ألام شديدة في الرجل، والابنة ماليسا الرب يفتح قدامها باب العمل. أمين. والابنة الأخرى الرب يفتح باب الارتباط. بارك يا سيد الرب بنت يسوع، اشفي ألام القدم. أيوة. أعطي الماليسا رب انفتاح من قبلك يا سيد. أمين. تفتح ولا أحد يغلق. أمين. وباب الارتباط للابنة الأخرى. بنت الرب بنصلي لأجل الأبناء to be close to each other، الرب يديهم محبة بعضهم لبعض، وبمحبة المسيح بيقرب الأبناء لبعض. المحبة دي بتنسكب بالروح القدس. نعم. وبطلب الرب وبتزوب كل المسافات. أمين. بنت يسوع الرب يحميها والزوج في العمل، وتكيب ويديكم الميديكال انشورنس. بارك حياتهم يا سيد الرب، اذكر مواضيع التأمين الصحي واحفظ الزوج في العمل. مينا عنده اختبار كبير يوم 7/12، كل يا رب اللي عندهم اختبارات وامتحانات نسق إله السماء يعطيهم النجاح. نشكرك لأنك رب نجاح، رب بركة ورب نعمة. مريم got to be with her في السكول، رب يبارك كل الطلبة والطالبات في مدارسهم وفي كلياتهم، ويحسن إليهم ويديهم ذاكرة بالروح القدس تذكرهم بكل شيء، ومش يكونوا متفوقين لكن يكونوا ممتازين ومتميزين بالدرجة التي أعطاها الرب لموسى في البرية. أم سمير عندها عملية في العيون يوم 10، الرب يحفظك ويقويك ويديك عيون جديدة ويشفيك بالكامل. سافانا في كلية الطب وهي خايفة من الدراسة، يا رب لاشي الخوف من يعني أي واحد عنده خوف من الدراسة صلي قبل ما تقرأ أو تدرس، خد ربع ساعة خد تلت ساعة اقرأ كلمة الله، شجع نفسك بالمواعيد. وعلاج الخوف إن أنا غلبوه بدم الخروف، أغلب بالكلمة، أغلب بالمواعيد، أغلب بشهادة يسوع والمحبة، محبتي واتحادي بالله بتطرح الخوف لخارج. امين. طلبت صلاه من اجل ابن الرب في ثانوي ما حلش كويس في امتحان الكيمياء، امتحان الكيمياء ده اكتر امتحان جات لنا فيه طلبات صلاه وقت السنه. امتحان الانجليزي عامله ازمه للطلبه ولا ايه؟ تعبوا. ربنا يحنن قلوب اللي بيحطوا الامتحانات. امين يا رب يتمجد معاهم. نصلي وربنا يتمجد في التصحيح. امين. ويحصل على مجموع كبير ومجموع عالي في كل المواد. بنصلي يا رب خاصة لأجل امتحان الكيمياء اللي ناس كتير طلبت صلاة فيه، إنك فعلا يا رب في التصحيح تعوضهم أي إحساس بأنهم محلوش كويس، وتعطي في كل المواد يا رب أفضل المجاميع وامتيازات كبيرة. أمين يا رب. سلام الرب لأجل طلبت صلاة لأجله والزوجة والأولاد، لأن يوجد مشاكل زوجية بينهم. في اسم الرب يسوع بنصلي يا رب لأجل المشاكل الزوجية والأبناء وحلول سماوية إلهية. صلاة لمينا، ألم في العظام الرب يدمسك ويشفيك. سلام المسيح أسيس أليكس الأخت سلوى، صلاة لأجل أولاد الرب، الارتباط من عند الرب ويفتح الباب للارتباط ويفرح قلوبهم ويكونوا أسرة مسيحية. صلي حضرة أسيس صنع معجزة بيد الرب القادرة. أمين. الرب يبارككم ويعطي أفضل ارتباط ويعطي أشخاص. أمين. من الرب، وتكون الأسرة وأهل البيت كله للرب، ويصنع معكم معجزة بيده القديرة القوية. أمين يا رب. صلاة من أجل ابن يعرف الرب ويعطى
يعطيه نجاح في الكلية. أمين. بنصلي يا رب لأجل كل الطلاب في الكليات امتيازات، يبقوا معيدين ويبقوا أساتذة وأفضل الدرجات وأفضل النجاحات. ديانا الرب يعطيك عمل ويفتح باب العمل أمامك. سيفانا شفنا الطلبة دي، الرب يحرر من الخوف في الدراسة. وتريز تطلب نعمة وبركة وسلام الله على حياتها، الرب يفتح ويعطيك بركة. إلهنا مملوء نعمة وحق، واللي بيطلب النعمة يمتلي من حضوره، وانت بتمتلي من حضوره يملى بيتك ويملى نفسك وقلبك وطرقك حياة وبركة. بنت الرب بنصلي لأجل الرب يبارك الزواج وحياة الأولاد. الرب يعطي سلام لريمون ويوستينا ويتمجد في الإقامة من أجل يوسف والعائلة. بنت الرب، الرب يعطيك أطفال ويفتح الرحم ويبارك حياتك، واسم الرب يتمجد في أوراق رامي. بنصلي يا رب لأجل كل اللي عندهم أوراق هجرة وعندهم يا رب انتظار في شخصك، تعظم العمل وتعطيهم انتظاراتهم. أمين. أمين. أنا عندي بعض الطلبات يا حضرة القسيس برضو جت على الموقع بتاع البرنامج. بتقول صلاة لأجل الأخت نعمة، عندها كانسر في المعدة وتعبانة جدا، زفاف ابنها بعد أسبوعين ونفسها تحضر الفرح. رب يتمجد معها يشفيها وتقدر تحضر فرح ابنها. أخت تعاني من خشونة في الركب وهشاشة في العظام وسكر وضغط، وكانت طلبت شراء شقة عشان تستفاد بالإيجار بتاعها وتأجرها يعني ويساعدهم في معيشتهم، والرب تمجد. والمبلغ اللي كانت حطاه الرب بعت لها شقة حلوة بيه وهي فرحانة بالاستجابة. صلاة لأجل أب مقيد وبيشتم أسرته على طول وبيهنهم وقاعد على الإنترنت على طول. وصلاة لابنه تعبان نفسيا جدا منه ومش قادر يحبه علشان تصرفاته والكلمات الجارحة اللي بيقولها له. صلاة لشابة تنتظر شريك حياة من يد الرب. صلاة لأجل أبنوب أنه يقبل المسيح فادي ومخلص في حياته. أب يطلب صلاة لابنه الرب يحرره من المخدرات التي تدمر حياته. صلاة لأجل مادونا، عملت انترفيو من شهر ولم يردوا عليها، ومادونا عندها امتحان للعمل في بنك من البنوك يوم الاثنين القادم. أخت عملت جراحة في الكتف لكن ما زالت تعبانة، وهذا الأمر أثر على الرقبة أيضا بألام شديدة. شاب في مصر في الأقصر اختبر الرب والملء بالروح القدس لكنه بدون شغل من 3 سنوات. صلاة لأجل فوزية، حدث لها كسر في العمود الفقري وهي تعاني من فترة طويلة في المستشفى. صلاة لأجل سهير، كتفها اتكسر وتعاني في المشي من آلام شديدة. عايزين نصلي يا ابونا لأجل كل طلبات الصلاة اللي جات على الفيسبوك، في طلبات صلاة كتير، وفي طلبة صلاة الأخ يوسف شفاء للروح والنفس وعنده مرض الـ ADD. حاضر يا رب، احنا بنضع كل هذه الطلبات يا رب، ومش بننسى يا رب قناة الكرمة أمامك اللي استضافت يا رب كل هذه الملايين عبر الهواء. وبنصلي يا رب، آخر مرة كان أخونا صامول بيقول 250,000 دولار ما جاتش من التبرعات اللي فاتت. يا رب ابعت المبلغ المتبقي وأكتر منه، حتى نقول يا رب في الكرمة فاض خيره وشملت البركات، وكل من نظر وكل من أراد أن يقدم يا رب أعطيه أن يبارك الكرمة في عطائه وفي تسديد كل احتياج بحسب غناك في المجد، لتملأ بيوت أحبائنا من الخير والجود والنعمة، وهم يختبرون بركة أن يكونوا أسخياء في العطاء. شدد يا رب النفوس وشدد القلوب وارفع الكرمة دايما يا رب في المستوى الروحي. وبنشكرك لأجل الخدمات والقنوات المتنوعة، بارك جميع الخدام وجميع مقدمي البرامج، أيدهم بالقوة بالروح في الإنسان الباطن، واجعل يا رب كل برنامج يحقق رؤيته والهدف منه. بنصلي يا رب حماية الدم على كل العائلات وحماية اسمك الكريم على الجميع. اذكر يا رب الطلبات اللي احنا اخت نعمة اللي مصابة بالسرطان
ونفسها تروح تحضر الفرح بتاع ابنها، المسها لمسة شافية وفرح قلبها بهذا الفرح يا رب، ليكون عرس قانا الجليل ويبقى احتفال احتفالين شفاء وزفاف في اسم الرب يسوع. أمين يا رب. نشكرك يا رب لأجل الأخت اللي الرب تمجد في حياتها أيضا، وقدرت أنها تأجر البيت وتعيش من الدخل، وبركتها واستجبت الصلاة. بنشكرك لأجل حجل الأزمات الروحية والمادية والنفسية، لأنك إله الكل مش إله البعض. الأب المقيد يا رب في الشتايم وأرواح الشر فك يا رب، وضع كلمتك على لسانه يا رب. ليس سم الأصلال الذي هو تحت الشفاء، لكن بنصلي أن تنسكب النعمة على شفتيه وتحرر من قيود الشتيمة والكراهية والبغضة، وتشفي ابنه من التعب النفسي بسبب اللعنات اللي بتخرج من الفم وبسبب الكلام السلبي يا رب اللي بيتعب الأعصاب. اخلق كل جديد. الأخت اللي بتطلب شريك للحياة افتح الباب واعطيها. اللي في أبانوب اللي بيطلبوا خلاص اعطي خلاص. اللي مستعبد لمخدرات بنثق يا سيد الرب انه انت امرت يا رب تأمر فيكون وتتكلم فيصير. وانت يا رب اللي بتطلق المأسورين والمنسحقين في الخطية تطلقهم احرار. امر بحرية من كل عادة شريرة، من كل سجاير، من كل دخان، من كل مخدرات. انت يا رب تأمر فيكون. ارسل يا رب روح حرية وروح مجد، وفك اسر الكسرين اللي مقيدين في شيشة، اللي مقيدين في كحولات، اللي مقيدين يا رب في عادات بتقتل اصحابها في كل يوم. حرر شعبك ليكون يا رب شعب مقدس وامة مقدسة وشعب اقتناء. نعم يا رب نافع لخدمة السيد. بنصلي لأجل مدنة، ربي ينجحك في الامتحان. والأخت اللي عندها جراحة، عملت جراحة الكتف أثرت على الرقبة، نصلي لهم كلهم يا حضرة القسيس. طيب والفيسبوك عشان ممكن نصلي للكل ماشي. بالمرة بنضع طلبات الفيسبوك والسوشيال ميديا وفوزية والكسور وشفاء الروح والنفس، وبنثق يا سيد الرب فإن عملك يتم، لأنه يا رب نستطيع يا سيد الرب كل من يدعو باسم الرب يخلص من الخطية، من المرض، من القيود، من التجارب. بارك قناة الكرمة مرة أخرى يا رب. أخونا سامو الاختلاسال وكل الأحبة اللي أمامك، احفظهم، تعبوا معانا، شددهم وشجعهم وبارك عائلتهم. أمين أمين. ربنا يباركك يا أسيس أليكس ويبارك كل المؤمنين علشان نكون سفراء حقيقيين عن المسيح، وكل واحد يصلي ويقول له أنا كسفير يا رب إيه اللي مفروض أكون بعمله، وإيه الحياة اللي مفروض أكون بعيشها عشان أعظمك ومجدك واسمك يدعى عليا وأخدمك صح. ولما هعيش معاك مظبوط بالتمام أكيد هكون سفير بعرف أخدم وبعرف أجيب نفوس لمجد اسمك. نشكرك يا أسيس، رب يباركك ويستخدمك. أنت بركة لينا أسيس أليكس، رب يعظم عمله فيك. شكرا لكم أحبائنا المشاهدين لأجل متابعتكم معنا. حنلتقي بكم مرة ومرات إن تأنى الرب في مجيئه، وحنصلي لأجلكم، بس إحنا محتاجين صلاتكم أيضا. من فضلكم صلوا لأجل الكرمة، وصلوا لأجل عمل الله في الكرمة وتسديد الاحتياجات في قناة الكرمة. الرب معاكم ويحفظكم، وإلى اللقاء.